فكرة الرسم بالبخاخ تابعت فنانين غير دول، فشفت الطريقة غريبة ما موجودة بالموصل وحلوة عجبتني، فأنا نزلت على مدينة الموصل وقمت أرسم بيها بالمهرجانات والمعارض اللي صارت بمحافظة نينوى. هي أول تجربة نجحت عندي الحمد لله وشكر، من أول تجربة نجحت عندي لأن تابعتهم قبل ما أرسم بالبخاخ، تابعتهم أكثر من مرة وبديت بالرسم بالكواكب. الأدوات اللي استخدمها بالرسم هي مقصودة، أقدر أجيب فرج وأقدر أجيب كثير شغلات إنه أستخدمها بالرسم. هاي الشغلات البسيطة البداية هي مقصودة إنه أرسم بيها. أكو كثير من الناس ما يشتري مثلاً، أكو فرج أصلية، أكو شغلات غالية عليه ما يقدر يشتريها. فأنا لما أرسم بهاي الصيغة بهاي البدايات بالورقة بالإسفنجة بالعلاقة، حتى أبسط واحد يقدر يستخدم إن شاء الله ويرسم، طلع لوحة من الأدوات الموجودة بالبيت. شاركنا معارض بالجامعة بالكليات، مهرجان القراءة الثانية، كثير مشاركات شاركنا والحمد لله كلها ناجحة. والله أنا أتمنى أنه في يوم من الأيام أسس هيك مدرسة الرسم بالبخاخ مختصة، فن سريع حديث ملون. الرسم بالبخاخ ما يحتاج جهد، أهم شيء يكون عندك أبعاد للوحة. تريد ترسم مثلا على سبيل المثال ترسم لك مثلا منظر طبيعي، منظر الطبيعي إذا ما عندك خلفية أولا لازم تحب الفن، أنت عاشق للفن حتى تتعلم الفن. من تتعلم أول شيء عندك خلفية، تختار الموضوع اللي راح ترسمه بذاكرتك، ترجع تنزله على الواقع.